لا منو خلود؟ أمين يتحفظ عن طبيعة العملية التي خضعت لها الدكتورة خلود. إيه عن جد. الله يعطيهم العافية أهل دبي كلهم من كبيرهم لصغيرهم، ناس طيبين، وشوفوا شلون رقيهم، راقين جدا جدا راقين، والمعرض جميل، ومعرض العروس يعني تجي العروس جاهزة، بس ها كل واحد ياخذ حق مرته الماس ما ينفع ها. بهالطريقة عبر أمين عن سعادته الكبيرة لتواجده في معرض غولف برايد، واللي حب يشارك فيه من خلال مجموعة عطور خاصة في حملة اسم دخان. دخان له قصة كبيرة، صار له تقريبا سنة وثمان أشهر بالضبط، الحمد لله وصلنا عالميا فيه. الحين عندنا فرع بليبيا، موزعين بالعراق، بالأردن، بالكويت 7 أفرع، إن شاء الله 12 فرع لشهر واحد، بإذن الله في قريب بدبي بعد، والناس اللي قاعد تطلبها يعني أكثر الناس. ولكن مشاركة أمين بهالمعرض كان من المفترض تكون برفقة زوجته الدكتورة خلود، واللي اعتذرت عن الحضور لأنها مسوي عملية وقبلها بأسبوع أساس شي ما قدرت تجي. ولأنه بهالعملية كانت أثارت الدكتورة خلود التساؤلات حول طبيعتها، خاصة وأنها ما أعلنت عن تفاصيلها لمتابعينها واكتفت بهالصورة من المستشفى، فحبينا نطمن من أمين عنها. منو خلود؟ ضعفت خدودها. لا عن جد قالت هذا راح يروح، خلنا ضعف خدودي أساس لا يروح. ولأنه الواضح أنه لا خلود ولا حتى أمين حابين يفتحوا تفاصيل هالعملية، فقررنا نغير الموضوع ونسأله عن أولاده. توني بدز مسج حق خلود وأنا جاي بالطريق أني ودي أرجع، كل شيء متوفر وفرحة ما لها أول ولا ثاني، بس دامهم مو جنبي ما هذه ما تعتبر فرحة كاملة. فسعادة أمين ما بتكمل من دون أولاده الأربعة وخلود اللي بيعتبرها نصف الآخر. بدون خلود ما تسوى نهائيا. وعلى فكرة هذا مش كلام لقاءته بس، فأمين بيحرص على التعبير عن حبه دايما لزوجته وأمام الجميع. ولا رامي وجليت بيامهم. عجبك أمين؟ ويمكن أكثر ما لفت أمين لخلود ببداية علاقتهم لليوم هو الحقيقية اللي بتتمتع فيها. يعني هي الأولى الوطن العربي، أتحدى شخص يعني بنفسها تشي بشارتها، بطيبة قلبها، بتواضعها بشكل. أنا كل يوم أتصايح أقولها لا تسوي شيء، خل شلون أدكوري، تقول لي لا أنا خلاص أنا طلعت كذي أنا تامة كذي. احلف ما تبطل عيونك كذي تمشي. ما راح أبطل صح. عليك الله ما تبطل كذي زين. قول والله كابتن ما راح يسوق. أنا قول والله المشكلة كابتن ما لي شغل احلف ما راح يعرف يسوق. استغفر الله. أمي أن هي قبل الشهرة شنو هي دكتورة يعني الحمد لله، وما يعني مو الشهرة اللي يعني رزقتها الشهرة، بس يعني هي طالعة والحمد لله عندها رزق، وهذا ما تغيرت الناس.